عشان نتعرف على تفاصيل اكتر عن مبادره تتوحد من اجلهم، معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه عشان نتعرف منه على كافه التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. خلينا في البدايه نتعرف من حضرتك على ما تشتمل عليه مبادره نتوحد من اجلهم من فعاليات وانشطه بمحافظه الشرقيه. اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. في البدايه بس اعرض اوضح لحضرتك ان عندنا نتوحد من اجلهم ده مشروع بنستمده من الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه بقياده الاستاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب. احنا كمحافظه الشرقيه عندنا كان في اي محافظه بيبقى فيها مركز واحد على مستوى المحافظه. طبعا من خلال نجاحنا في هذا العمل اصبح لدينا مركزين تدريبيين، واحد في مدينه الزقازيق بمركز شباب ناصر وواحد ثاني في مدينه مركز شباب ديار بنجم بمدينه ديار بنجم. طبعا احنا الغرض من نتوحد من اجلهم هو ان احنا ذوي الهمم او ذوي القادرين باختلاف ان هم بنأهلهم ان هم ازاي يتعاملوا مع الاخرين وازاي يمارس النشاط الرياضي وازاي يبقى هو عضو فعال في المجتمع ويقدر يتعامل مع المجتمع المحيط بيه. بنهتم بمجموعه النواحي سواء كانت رياضيه او نواحي فنيه او نواحي اجتماعيه خاصه بالمجتمع ان هو يقدر ان هو الشيء الاهم ان احنا عمليه اندماجهم بالمجتمع وان هو يبقى في المجتمع، وكمان بنرفع على الحاله المعنويه للاسره اللي هي اللي بيوجد لديها ابن قادرهم باختلاف. ايوه. طب كلمنا يا فندم عن حجم المشاركه كان عامل ازاي، الاقبال من الناس، الانطباعات كمان عند اهل محافظه الشرقيه. والله الحمد لله احنا الانطباع عندنا جيد برضه، لازم دايما بنشيد بدور وزاره الشباب والرياضه، لازم نشيد بدور محافظه الشرقيه السيد الدكتور ممدوح اللي بصراحه ادانا بالدعم المادي والمعنوي كمان ان احنا نقدر نتعامل معاهم، سواء بقى يعني العام الماضي قدم لنا 300 شنطه هديه فيها ملابس رياضيه لذوي الهمم القادرين باختلاف على مستوى المحافظه. بنهتم بذوي القدرات من خلال الانديه ومراكز الشباب، عاملين خطه طموحه، خدنا 5% من الخطه اللي بتوضع في كل مركز شباب وضعناها لذوي الهمم. طبعا من خلال الاسره ان احنا بنحيي الاسر اللي هي بتبذل مجهود معانا ان هم بيجيبوا اولادهم عندنا في مراكز الشباب والانديه تبع المحافظه الشرقيه. طبعا بيلاقوا المجهود اللي بيتبذل معاهم، فبالتالي هم يعني بقوا يعني اصدقاء على طول، الاسرهم موجودين متواجدين معانا في مراكز الشباب والانديه، بيمارسوا كمان ايضا انشطه بخلاف الانشطه اللي بتقدم لابنائهم. في كمان احنا الموضوع اختلف وليس ممارسه نشاط رياضي فقط، ولكن من خلال البرامج اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه في عندنا مكتب قادرون باختلاف. المكتب دوت يتبع مديرية الشباب والرياضة مباشرة وبالتنسيق مع مكتب معالي وزير الشباب والرياضة. المكتب دوت من خلاله اتعمل 3 مراكز تخاطب داخل المحافظة الشرقية، واحد في مركز شباب بيس وفي واحد في مركز شباب هيهيا وفي واحد بنأهله لسه هنفتتحه في مركز شباب كفر صقر، ده مخصوص بالتخاطب بتأهل لنا بالمدربين ومتخصصين فنيين على اعلى مستوى عشان يتعاملوا مع ابناء التخاطب. طيب دكتور محمود، يعني بشكل عام ايه هي معايير تحديد او اختيار الاماكن ومراكز الشباب اللي مندرجه ضمن المبادره، وايضا هل في شروط معينه لاختيار الشباب والبنات المشاركين في فعاليات هذه المبادره؟ طبعا من خلال احنا بنعمل نعمل حصر من خلال مديريه التضامن الاجتماعي مع مديريه التربيه والتعليم مع الشباب والرياضه، بنعرف ايه اكثر اماكن بيبقى في موجود فيها الحالات من خلالها الاماكن. دكتور محمود استاذنك بس لو تقف في مكان شبكه فيه احسن شويه. تمام يا فندم. تمام كده. كده احسن، اتفضل. تمام. بقول لحضرتك بيتم التنسيق في المحافظه الشرقيه من خلال مديريه التربيه والتعليم ومديريه التضامن الاجتماعي والمحافظه ومديريه الشباب والرياضه، نعمل حصر بنعرف مين اكثر الاماكن اللي بيبقى فيها قادرون باختلاف، من خلالها بيتم اختيار الاماكن داخل مراكز الشباب. بالنسبه يا فندم لاعمار المشاركين، يعني هل تم وضع سن معين ولا هذا الامر كان متاح لكل الفئات من ذوي الهمم وكل الاعمار؟
هو حضرتك احنا بالنسبه لنا متاح، ولكن السن الفعلي من 8 ل 14 سنه اللي هو نتوحد من اجلهم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان في طبعا غير ممارسات النشاط الرياضي في موجود لدينا طبعا اتعمل مسابقات ابداع قادرون باختلاف في العزف وفي الغناء. احنا محافظه الشرقيه الحمد لله شاركنا، وكان في مسابقه عملنا مسابقات داخليه داخل المحافظه الاول، وبعد كده تم تصفيتهم من خلال مدربين ومحكمين متخصصين تم اختيارهم، واتعمل مسابقه على مستوى الجمهوريه من خلال وزاره الشباب والرياضه، وكان على مسرح وزاره الشباب والرياضه، بس احنا لسه منتظرين النتيجه ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه.